بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، تفاجأت برسالة على الواتساب من واحد من الإخوان الأشقاء في اليمن الحبيبة، فبعث لي رسالة قال لي: عبد العزيز، أنتوا في قطر تشوفون اليمنيين أجانب؟ فاستغربت صراحة من السؤال، فيعني خدت وعطيت مع الرجال، وبعدين بين لي أن هناك حملة في المملكة العربية السعودية نتيجة أنه والله في وحدة الظاهر ما ادري هي فاشينيستا ولا واحده من اللي يطلعون في وسائل التواصل، متزوجه هي سعوديه ومتزوج يمني، وكانه في حمله ان اليمنيين اجانب. وايضا جاتني رساله اخرى من شخص يمني: هل انتم في الخليج تشوفون اليمنيين اجانب؟ وليش الكراهيه ما كراهيه؟ وليش الحقد؟ وليش هاشتاقات تطلع واليمنيين؟ فخلونا نتكلم اخوان الافاضل عن هذا الموضوع. اول شيء انا بجاوب على الرجال اللي قال: هل انتم في قطر تشوفون اليمنيين اجانب؟ انا حاب اوجه رساله لكل يمني، اقول له: لا والله بالعكس، انتم اهل البلد في قطر. خلونا في البدايه نتكلم عن قطر، انتم اهل البلد وانتوا على في العين وعلى الراس، وما نعدكم الا اهل، وما نعدكم الا شقاء، وما نعدكم الا اخوان. ولا ننسى فضل اهلنا اليمنيين، يعني الشرطه عندنا في قطر والجيش في قطر، والله ما يعني من الاركان الاساسيه اللي قامت به العسكريه في قطر الا على اكتاف أهلنا اليمنيين وأشقانا. ما حد ينكر هذا الكلام. حتى عندنا في قطر كان مدرب اسمه الشخدري، عائلة الشخدري يمكن يعرفون أهلنا في اليمن. هذا الإنسان الله يعطيه الصحة والعافية، أعتقد الآن طبعا تقاعد وكبير في السن، الله يبارك فيه. هذا أكبر إنسان درب العساكر في قطر. احنا ما ننسى يا اخي، ولعلمكم معظم اليمنيين اللي جاوا قطر تقريبا نقول في الستينات، نهايه الستينات، معظمهم الحكومه القطريه اكرمتهم واعطتهم الجنسيه، والان هم مواطنين قطريين حال اي مواطن قطري اخر. تعال انت يا اخوي اللي تقول لي: والله انتم ليش تنظرون اليمنيين انهم اجانب؟ انا ما حد نظر اليمنيين اجانب، والله احنا في قطر اليمنيين، احنا واليمنيين على قولتي سيم نفس الشيء اخواني الافاضل. فلا يضحكون عليكم بهالهاشتاقات وانه والله اليمنيين اجانب. ولعلمكم الان في قطر المواطن القطري، هذول اليمنيين طبعا عيالهم مواليد قطر، والان في احفاد مواليد قطر، والحمد لله رب العالمين صار تزاوج ونسب ما بين القطريين اللي من أصول يمنية، احنا نتزوج منهم وهم يتزوجون منا، والحمد لله رب العالمين الحالة واحدة، قطريين مثلنا على العين وعلى الراس، ولازلنا لازالت العسكرية القطرية تتعاقد مع أشقائنا وأخواننا في اليمن، يجون قطر ويشتغلون معززين مكرمين. والله اليمني ما نشوفه إلا أخ عزيز وإنسان ذو أصل وفصل. إحنا ننكر هذا الكلام؟ حد ينكر هذا الكلام؟ وأنا عندي من أهلي ناس متزوجين من قطريات من أصول يمنية، وعندي لعلمكم قطريين حتى متزوجين من يمنيات، مش يعني عندها جنسية قطرية، حتى من يمنيات وهي عندها جنسية يمنية. اليمنيين خوال كثير من القطريين، ويعني نفتخر فيهم وعلى راسنا وعلى عيننا. يا اخي انتم وين تجيبون هذا الكلام؟ الله يخليكم لا تنجرفون ورا مطاقيع الاعلام، واحده فاشينيستا ولا واحده تطلع ولا واحد ما ادري ايش قال. صراحه يعني امه الاسلام الان صرنا ناخذ الكلام، وصاروا هذول هالاشكال هم اللي يزرعون الفتن بيننا. اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله يا ناس. هذا بالنسبه لقطر. كذلك يعني لو أنا بتكلم عن أهلنا في المملكة العربية السعودية، معظم العوائل وكثير من العوائل أصولهم من اليمن. اليمن أهلنا، اليمن أصل العرب، اليمن قحطان أصل من اليمن. أنا أنصاري، الأنصار طبعا هم أصولهم من المدينة المنورة،
ولكن قبل المدينة المنورة كانوا في اليمن. كل العرب وكل قبائل قحطان أصلهم من اليمن. يا أخي اللي ينكر هذا الكلام إنسان جاحد وإنسان حاقد. هذا تاريخ، هذا تاريخ إخواني الأفاضل. وبعدين القبائل تمتد، والله تمتد. تلاقي أنت لما تروح سلطنة عمان تلاقي فيه قبائل سبحان الله اسم القبيلة تلاقي الاسم موجود في اليمن وموجود في الإمارات وموجود في قطر، نفس القبيلة وموجودين في السعودية. ما بحدد اسم قبيلة عساس يمكن تقول له والله ها قال اسم قبيلة عساس ان احنا ما لا، بس قبائل معروفة، القبائل ممتدة. حتى في السعودية كثير من العوائل أصولهم من اليمن، كثير من اللي يحملون الجنسية السعودية أصولهم من اليمن. أهل اليمن قايمين بالاقتصاد السعودي، أهل اليمن هم اللي ماسكين المحلات وماسكين الشركات. أهل اليمن أهل إيش أتكلم ولا إيش أقول؟ فلا لا تنجرفون ورا اللي يقولك والله اليمني أجنبي. مين قال إنه أجنبي؟ أنت إنسان ولد البلد، أنت إنسان أصل البلد، أنت إنسان، أنت أخونا. يعني احنا لا ننكر للأسف ان هالجوازات هذه اللي فرقت بين الشعوب وحدود سايكس بيكو. يعني يا ما انا اكلمكم، اقطري 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 ولد خالته في اليمن، سعودي ولد خالته في اليمن، واحيانا تلاقي اقطري اخوه في اليمن، هذا عنده جنسية اقطرية اخوه عايش في اليمن، ابناء عمومة، ابناء اللي يقول لي انا غلطان صححوا لي، يعني انا بعد مش ملاك. تلاقي سعودي عنده جنسية سعودية، أبناء عمومته خليص، ولد عمه خليص عنده جواز يمني. يا أخي أنتوا أشقانا، أنت أرجوكم أرجوكم يا ما نبهت يا ما قلت يا ما نصحت لا تنجرفون وراء الهاشتاقات. أمة محمد اللي حكومة العالم ما تنجرف وراء هاشتاقات قد يقوم فيها، أنا ما بيوضح يعني مو بناقص انذارات، قد يقوم فيها شخص سفيه، قد يكون فيها شخص عميل، قد يقوم فيها شخص يبي يزرع الفتن، وكلهم ذباب إلكتروني. وإحنا لا ننكر إنه يمكن في اثنين ثلاثة وأربعة، يا أخي لا تخلو، ما في دولة ما في مكان إلا فيها قمامة. يا أخي إذا طلع واحد متكبر ولا طلع واحد يقط كلام أو طلع واحد انجرف وراء الحملة فإحنا ما نزعل، الحقيقة مخالفة. والله أهلنا في اليمن أنتوا أشقانا، أنتوا إخواننا. أهل اليمن موجودين في الكويت، في البحرين، عمان، الإمارات، قطر، جميع دول الخليج. نحبكم، نحترمكم، نقدركم، لا ننسى أفضالكم، لا ننسى دوركم، دوركم في نهضة هذه الدول. فاتقوا الله يا أخي، الله رضال عليكم. ما نأخذها بزعل وشلون وكذا وتروح أنت. ممكن أنا أقول لكم ممكن يمني ينجرف من باب الحمية وأنا ما لومه، لكن لا، لابد أن احنا نشغل العقل من باب الحمية. أنت يا سعودي وأنت يقطري وطز فيك وطول ما أدري وسب الأم وسب وهذا يسب، من المستفيد؟ أعداء الأمة يا أخي، أعداء الأمة، الله يرضى عليكم. فصح صحو صح صحو، يعني رسالة للجميع للجميع، رسالة للجميع، أرجوكم حكموا عقولكم. إحنا مسلمين، إنما المؤمنون أخوة، ما تأتي وحدة ولا واحد سفيه ولا واحد كتب كلمتين. بعدين انتم عارفين ان الذباب الالكتروني مليء، الذباب الالكتروني اللي يخدم الاعداء مليانين، كل واحد يملك له 20 30 40 حساب. تلاقوا شخص واحد، انا اعرفهم والله اخواني الافاضل، اعرفهم من اساليبهم، اسوي له حظر يدخل من حساب ثاني وهو خبي ما يفهم ان انا كاشفه، نفس الاسلوب انا اكشفهم من اساليبهم. ارجوكم ارجوكم اهلنا في اليمن، يعني حكموا عقولكم. يعني نعم يمكن يكون في حرب عليكم من حكومة الإمارات وحرب عليكم من حكومة السعودية ومشاكل، احنا لا ننكر هذا الشيء، لكن والله ما بين الشعوب إلا كل حب ووئام وسلام وأخوة ونسب. نسب يا أخي احنا أهل، أنا أقول لكم اقطري ولد خالته ولا ولد عمه موجود في اليمن، سعودي إماراتي عماني أهلهم موجودين في اليمن، والعكس صحيح. وأنا أقول لكم لازلت والله ياما قطريات متزوجين من يمنيين، ياما قطريين متزوجين من يمنيات، والعكس ومختلطين والأمور طيبة. فما أبي أطول، أعتقد رسالتي واضحة. أنا أختم هذه الحلقة وأقول لكم أنتوا أهلنا، أنتوا أشقانا، أنتوا على رأسنا، ولا تصدقون غير هالكلام، ولا تنجرفون وراء
السفهاء في الإعلام. أتمنى رسالتكم وصلت.